السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله متابعين ومكملين مع بعض المنهج من خلال الكتب الدراسية المختلفة. إن شاء الله ناخد مع بعض دلوقتي تدريبات على الدرسين الثالث والرابع من الوحدة الرابعة من كتاب المعاصر، بداية من صفحة 198. وجايب لي هنا exercise on vocabulary study، choose the correct answer، اختر الإجابة الصحيحة. السؤال رقم واحد: when we are sure about something، لما احنا بنكون متأكدين بخصوص أو بشأن شيء ما، لما نكون متأكدين من حاجة. we can start our sentence، احنا نقدر start يعني يبدأ، نقدر ان احنا نبدأ الجملة بتاعتنا، نبدأ الجملة بتاعتنا with بإيه بقى؟ certainly، واحنا بنتكلم كده ومتأكدين من حاجة نقول ايه في اول كلامنا؟ نقول certainly بالتأكيد، ولا probably يعني من المحتمل، ولا finally يعني اخيرا او في النهاية، ولا firstly يعني اولا. طبعا هو هنا محدد لي، بيقول لي when we are sure about something، لما نكون متأكدين من شيء بنبدأ our sentence الجملة بتاعتنا بإيه؟ بكلمة certainly، يعني إيه؟ يعني بالتأكيد. رقم 2: the synonym of the word adult، السينونيم اللي هو المرادف، المرادف من كلمة adult. adult يعني إيه؟ يعني بالغ أو راشد أو عاقل. المرادف منها يعني اللي بيساويها في المعنى إيه؟ kid يعني طفل، grown up يعني برضو بمعنى بالغ أو راشد، يبقى هي دي اللي بتساويها في المعنى. old يعني كبير السن أو عجوز أو قديم. child يعني طفل. يبقى the synonym of the word adult، المرادف من كلمة بالغ أو راشد، وهي كلمة grown up برضو بمعنى بالغ أو راشد، نفس السينونيم نفس المعنى. رقم 3: to get the opposite of، عشان نجيب the opposite نجيب العكس. from the word popular، من كلمة popular يعني شعبي أو محبوب أو مشهور. we add the prefix، إحنا بنضيف the prefix، بنضيف البادئة، البادئة اللي هي الحروف اللي بتجيلي في بداية الكلمة، الحروف اللي في البداية هنا بنضيف البداية ايه؟ D I S U N I M I N. طبعا هنضيف البداية U N عشان تبقى unpopular. unpopular يعني غير شعبي او غير مشهور او غير محبوب. يبقى كده جبت الاوبوزيت منها العكس بالبداية U N. رقم 4: كلمة enormous، enormous يعني ضخم. and وايه كمان؟ are synonyms يعني مترادفات، يعني بيكون لهم نفس المعنى. يبقى ايه اللي بتساوي enormous في المعنى؟ بيساويها ايه؟ huge يعني ضخم، ولا weak يعني ضعيف، ولا tiny يعني ضئيل او صغير كده الحجم، ولا طول يعني طويل، طويل اللي هو الطول الرأسي. طبعا كلمة enormous، enormous يعني ضخم، بتساويها ايه؟ بتساويها كلمة huge يعني ضخم، نفس المعنى نفس السينونيم. رقم 5: to get the noun from the word equip، عشان ان احنا get يعني يحصل على، لكي نحصل على the noun، نحصل على الاسم from the word equip، من كلمة equip معنى يعد او يجهز، معنى يعد او يجهز. we add the suffix، احنا بقى بنضيف the suffix، بنضيف اللاحقة، اللاحقة دي يعني حروف في الاخر. عند كلمة equip هضيف لها ايه في الاخر عشان احولها الى the noun الى اسم؟ اضيف لها a n c e m e n t o u s e r، طبعا هضيف لها ال m e n t عشان تبقى equipment. equipment يعني ايه؟ يعني معدات، معنى معدات equipment. بعد كده عندنا صفحة 203، وجايب لي هنا exercise on vocabulary، تدريب كده على المفردات. choose the correct answer، اختر الاجابة الصحيحة. رقم 1: coins are made of، coins اللي هي العملات المعدنية. بيسألني هنا ويقول لي العملات المعدنية بتكون made of، يعني بتكون مصنوعة من. العملات المعدنية دي بتكون مصنوعة من ايه؟ وول مصنوعة من الصوف، ولا بلاستيك مصنوعة من المادة الخام اللي هي البلاستيك، ولا ميتال من المعدن، ولا كلاي من
الصلصال. طبعا كوينز العملات المعدنية are made of بتكون مصنوعة من الايه؟ مصنوعة من ميدل، من المعدن. رقم 2 the pharaohs were the first to write on. فيرز اللي هم الفراعنة، الفراعنة دول كانوا the first، أول ناس to written on، كتبوا على ايه؟ كانوا أول ناس كتبوا على ايه؟ papyrus اللي هو ورق أو نبات البردي، ولا كلاي كتبوا على الصلصال، ولا ميتال كتبوا على المعدن. ولا فيجر اللي هو التمثال اللي هو ذو شكل بشري، التمثال كده اللي هو على شكل بشري. يبقى the first الفراعنة were the first كانوا أول ناس to write on اللي كتبوا على ايه؟ كتبوا على papyrus اللي هو ورق البردي. بعد كده رقم 3 I bought a new نقط، انا اشتريت ايه جديد؟ to hold some flowers عشان حملة او لحمل بعض الزهور in my room في الغرفة بتاعتي. هجيب ايه احط في الزهور في الأوضة بتاعتي؟ بول اللي هي الوعاء او السلطانية، ماسك القناع، فيز اللي هي الفازة او الزهرية، ولا جاردن اللي هي الحديقة، الحديقة الخاصة اللي هي الحديقة بتاعت المنزل، حديقة خاصة كده بالمنزل. يبقى I bought a new vase، أنا اشتريت new vase زهرية جديدة، to hold some flowers لحمل بعض الزهور in my room في الأوضة بتاعتي أو في غرفتي. السؤال رقم 4 بيقول هنا she is wearing a nice nod، هي بترتدي، wearing يعني ترتدي، هي بترتدي ايه؟ نايس يعني لطيف او جميل، لابسه ايه كده لطيف وجميل؟ on her neck، neck اللي هي الرقبه، هتلبس ايه كده جميل في رقبتها؟ طالما قال الرقبه هتلبس ايه بقى؟ رينج، هتلبس خاتم، ولا شيرت، هتلبس قميص، ولا نيكلس اللي هو العقد، العقد ده بيتلبس في الرقبه، ولا كوين اللي هي العمله، العمله المعدنيه. قال لي on her neck في رقبتها، يبقى هتلبس نكلس العقد، يبقى she is wearing a nice necklace، هي مرتدية عقد جميل ولطيف on her neck في رقبتها. والسؤال الخامس بيقول can you tell me the نقط of the ticket please، ممكن انت تخبرني ايه للتذكرة؟ انا عايز بقى اعرف ايه للتذكرة، هعرف للتذكرة ايه؟ coin اللي هي العملة المعدنية، ولا price الجائزة، ولا برايس اللي هو سعر التذكرة، ولا باوند اللي هو الجنيه. طبعا أنا عايز أعرف سعر التذكرة، يبقى can you tell me the price of the ticket please، ممكن تقولي على سعر التذكرة من فضلك. رقم 6 bees and ants، bees اللي هو النحل، ants اللي هو النمل. طيب النحل والنمل are important، بيكون بقى ايه مهم أو ايه هام؟ birds دي بتكون طيور مهمة، ولا planes ولا طائرات مهمة، ولا insects ولا دول حشرات مهمة، ولا guides ولا مرشدين. طبعا bees and ants النحل والنمل are important insects، بيكونوا حشرات مهمة. رقم 7 this shop sells goods and cheap things، هذا المحل بيبيع goods اللي هي البضائع and cheap things وأشياء تانية بتكون ايه؟ بتكون رخيصة. So لذلك there are a lot of، طالما بيبيع حاجات رخيصة يبقى هيكون فيه كتير من ايه بقى؟ هناك figures اللي هي التماثيل على شكل بشري، ولا customers في زبائن وعملاء كتير بيشتروا، ولا designer في مصممين كتير، ولا patients يعني مرضى أو صبورين. يبقى طبعا موجود هناك محل وبيبيع بضائع وأشياء رخيصة، so there are a lot of، لذلك يوجد الكثير من، يوجد الكثير من customers الزبائن there هناك. رقم 8 people نقط the ingredients in big bowls in ancient Egypt، الناس عملوا ايه لي ingredients اللي هي المقادير in big bowls في الأوعية الكبيرة in ancient Egypt في مصر القديمة. mixed يعني خلطوا المقادير، ولا painted يعني دهنة، ولا fixed يعني هنا بمعنى أصلحة،
repaired برضو بمعنى أصلحة. يبقى people in ناس mixed the ingredients. mixed يعني خلط المقادير. in big bowls في أواية كبيرة. in ancient Egypt في مصر الإيه؟ في مصر القديمة. يبقى mixed يعني خلطة. بعد كده عندنا صفحة 204 والسؤال رقم 9 في الاختيارات. in the museum يعني في المتحف. there are more than 2000 نقط. يوجد أكتر من 2000 إيه؟ animals يعني 2000 من الحيوانات هتكون موجودة في المتحف، ولا chemicals أكتر من 2000 من المواد الكيميائية، ولا objects اللي هي القطع أو الأشياء الأثرية، ولا subject اللي هي المواد الدراسية. يبقى in the museum في المتحف there are more than يوجد أكتر من 2000 objects أكتر من 2000 قطعة أثرية. رقم 10 the ticket نقط sales ticket at the museum. يا ترى مين اللي هو سيلز يعني يبيع، مين اللي هو بيبيع التذاكر في المتحف؟ اللي بيبيع التذاكر في المتحف اسمه ايه؟ ذا تيكت دكتور ده دكتور، ولا اوفيسر؟ ذا تيكت اوفيسر ده اللي هو الموظف اللي بيبيع التذاكر. انجينير ولا المهندس، ولا درايفر السائق؟ طبعا اسمه ذا تيكت اوفيسر، موظف بيع التذاكر هو اللي سيلز بيبيع تيكتس التذاكر ات ذا ميوزيوم في المتحف. رقم 11 the نقط on this building are really wonderful. ايه على هذا المبنى او لهذا المبنى بيكون wonderful رائع. designs التصميمات، التصميمات بتاعت المبنى ده بتكون رائعة، ولا pages اللي هي الصفحات، ولا objects اللي هي القطع او الاشياء اللي هي الاثرية، ولا subjects اللي هي المواد الدراسية. طبعا the designs التصميمات on this building اللي على هذا المبنى are really wonderful رائعة جدا. بعد كده الجزء الخاص بdefinitions التعريفات، وجايب لي هنا بيقولوا نقط are pieces of money عبارة عن قطع من الماني، قطع من النقود او قطع من المال. made of metal مصنوعة من الايه؟ مصنوعة من المعدن. دي اللي هي الكنز اللي هي العلب الصفيح، ولا كوينز اللي هي العملات المعدنية، ولا بوتس اللي هي الأواني، ولا بولز اللي هي الأوعية. نقط are pieces of money قطع من النقود made of metal مصنوعة من المعدن، وهي كوينز العملات الايه؟ العملات المعدنية. رقم 13 نقط is a pot used for holding flowers. يا ترى ايه الإناء اللي بيستخدم في حمل الزهور؟ الإناء اللي بنحط فيه الزهور ده اسمه ايه؟ ماسك اللي هو القناع، فيز اللي هي الزهرية او الفازة، كلي الصلصال، ميرور المرآة. طبعا اللي بنحط فيه الزهور اللي هو فيز، يبقى فيز الزهرية is a pot used for holding flowers ده الإناء المستخدم في حمل الزهور. رقم 14 نقط is a piece of equipment عبارة عن قطعة من المعدات او احد يعني المعدات. you can use بتقدر تستخدمها to make عشان تصنع، or repair او تصلح عشان تصنع، او تصلح things الاشياء. tool اللي هي الاداة، ولا طيب يعني نوع، ولا table اللي هي المنضدة او الترابيزة، ولا ماسك اللي هو القناع. ايه القطعة من المعدات you can use اللي بتقدر تستخدمها to make or repair things عشان تصنع او تصلح الاشياء؟ طبعا اتور اللي هي الاداة. بعد كده رقم 15 we should protect ourselves not pollution. ينبغي علينا ان احنا protect يعني نحمي، المفروض ان احنا نحمي انفسنا من الايه؟ من التلوث. المفروض ان احنا نحمي نفسنا من التلوث. يبقى protect on ولا from ولا at ولا in؟ طبعا protect نحمي، from protect from يعني يحمي من، نحمي نفسنا من. رقم 16 papyrus اللي هو ورق الايه؟ ورق البردي او نبات البردي. was used not writing in ancient Egypt. عايز يقول هنا ايه؟ يقول هنا اللي هو بيستخدم في الكتابة في مصر القديمة. يستخدم في، انا عندي بي، انا عندي verb to be بمعنى يكون، لو جالي بعدها used for بيجيلي بعدها على طول الفعل بتاعي في المصدر مضاف اليه ing، وعندي برضو verb to be بمعنى يكون
لكن لو جالي بعدها بقى used to بيجي لي بعدها الايه الفعل في الايه الفعل في المصدر infinitive يعني الفعل في المصدر. طب انا جاي لي هنا فعل ومضاف له الاي ام جي يبقى used ايه on ولا at ولا for ولا of؟ طبعا used for بمعنى يستخدم في. يبقى papyrus ورق او نبات البردي was used for كان بيستخدم لي writing الكتابة in ancient Egypt في مصر الايه في مصر القديمة.